أفرجت وزارة الدفاع العراقية يوم الاثنين عن فيديو يظهر العمليات العسكرية التي تشنها الحكومة ضد المسلحين في محافظة الأنبار. وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع إن القوات العراقية ورجال العشائر المتحالفين معهم قتلوا 57 مسلحا إسلاميا في الأنبار. محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع: الخسائر التي تكبدتها هذه التنظيمات الإرهابية هي بكل تأكيد خسائر كبيرة وجسيمة جدا. وكثف الجيش العراقي قصفه لمدينة الفلوجة استعدادا لهجوم بري لاستعادة السيطرة على المدينة التي يسيطر عليها مسلحون منذ شهر. وقال مسؤول أمني كبير إن الأوامر صدرت ببدء قصف المدينة بالمدفعية والطائرات لاكتشاف القدرات المحتملة للمسلحين داخل الفلوجة ومحاولة العثور على فجوة للنفاذ إلى المدينة بعد أن زرع المسلحون قنابل في الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة. واجتاح مقاتلون مناهضون للحكومة أغلبهم سنة الفلوجة في محافظة الأنبار الغربية التي يشكل السنة غالبية سكانها في الأول من يناير وسط تدهور الأمن في أنحاء العراق. ويشن رئيس الوزراء نور المالكي هجوما يتوقف بين الحين والآخر لإعطاء رجال العشائر المحليين فرصة لإخراج المسلحين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بأنفسهم. ويتهم كثير من الأقلية السنية حكومة المالكي التي يقودها الشيعة بالتمييز الطائفي. وذكر مسؤولون أمنيون يوم الأحد أن المالكي تلقى اتصالات هاتفية من سفراء العديد من الدول في المنطقة تحثه على عدم اقتحام المدينة، فيما قال قائد عسكري كبير إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات وإنه في انتظار الكلمة النهائية التي يجب أن تأتي من المالكي نفسه لاقتحام المدينة. رحاب علاء، رويترز.